اهلا بحضراتكم مره تانية. تعالوا كده ناخد بعض الاجواء والاخبار اللي بتتعلق بماتش الاهلي والوداد من خلال السوشيال ميديا ومن خلال ترند الاهلي، وبالتحديد نبتدي بحساب دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه على تويتر، ومقارنه ما بين محمد شريف نجم النادي الاهلي وامبنزا نجم هجوم فريق الوداد. ارقام هجوميه رائعه للاثنين، يعني سواء لاعب الاهلي طبعا شريف او امبنزا لاعب الوداد. وهنا الارقام بيقول لك ايه، شريف لعب 578 دقيقه وامبنزا لعب 650 دقيقه. شريف سجل 5 اهداف، امبنزا سجل 3. الاسيستات شريف ما عملش ولا اسيست، لكن امبنزا اسيست 1 وتسديد على المرمى. محمد شريف 8 وامبنزا 9 تمريرات حاسمه، تساوى شريف وامبنزا 5 تمريرات حاسمه. ما اعرفش هم هنا حاسبين التمريرات الحاسمه كاسيست يعني ولا تمريرات يعني ممكن توصلك للجون، لكن في كل الاحوال ارقام جيده لمحمد شريف تحديدا، وده اللي يهمنا لان محمد شريف برده ما كانش بيلعب بالشكل المستمر كاساسي. في بعض المباريات بينزل يعني بديل في الشوط الثاني، لكن برده بيبقى مؤثر وبيأدي بشكل كبير. طيب خلينا ناخد خبر اخر، وده من خلال المصري الرياضي، وموسيماني يقرر الاعتماد على قفشه في الشوط الثاني من مواجهه الوداد. ربما، وارد، كل شيء وارد، لسه الحسابات اكيد ويعني يعني التشاور ما بين موسيماني وجهازه المعاون كابتن سامي قمصان، ها يا جماعه نبتدي بايه، ايه رايكم؟ وفي الاخر القرار طبعا بتاع موسيماني، هل الاهلي هيلعب 3 4 3 4 2 3 1؟ لسه الامور مش واضحه، ممكن يلعب 4 3 3 كمان، لان موسيماني عنده ميزه في تنوع تكتيكي بشكل كبير جدا ومرونه تكتيكيه مميزه، ممكن يعني تدي افضليه شويه للاهلي. بالمناسبه في مرونه تكتيكيه برضو والله عند فريق الوداد برضو بمدربهم الركراكي، يعني بغض النظر عن تصريحاته، يعني تحس ان تصريحات مقفوشه شويه فيك كده شويه. خلينا نروح لخبر اخر، وخبر بيتعلق بالوطن الرياضي. طبيب الاهلي يحسم لموسيماني موقف محمد عبد المنعم من مباراه الوداد. بصوا يا جماعه عشان نبقى برضو صرحه مع بعض كده، محمد عبد المنعم يعني بنسبه 95 96 97% بره المباراه. ليه؟ لانه مش جاهز بنسبه 100% انه يلعب. اذا الاقرب اللي يلعب مين؟ ياسر، ايمن او ربيعه. ايمن الاقرب. هنشوف ايه اللي هيحصل، ممكن برضو نتفاجئ النهارده بعد المران اللي المران بالليل نلاقي ان عبد المنعم يعني بقى كويس جدا، بس نسب ضئيله قوي قوي اللي ممكن من خلالها عبد المنعم يكون جاهز الماتش، ويعني اعتبره عبد المنعم خارج المباراه. هننتظر برضو الجديد والرسمي من طبيب الاهلي النهارده بعد المران. طيب خلينا نروح لحساب بطولات وتقارير مغربيه تكشف حاله خماسي الوداد المصاب قبل مباراه الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا. بصوا يا جماعه انا بيعجبني قوي هناك في الصحافه المغربيه وفي كل الناس اللي بتآزر فريق الوداد هناك كصحفيين او اعلاميين ما بيوضحوش الرؤيه. يعني في مثلا 3 4 مصابين في الوداد. انا امبارح تواصلت مع ناس من زمايلي الصحفيين او الاعلاميين هناك في المغرب، حاولت اعرف هل هم جاهزين مش جاهزين، قالوا لي يعني لسه الموضوع مش واضح، كلام من ده مش هيدوك ايه يعني مش هيقولوا لك معلومه. ليه؟ هم مكتمين على فرقتهم، عايزين يبقى في نوع من انواع الضبابيه كده قبل المباراه، وده بيبقى حقهم بصراحه. يعني كل واحد بيحافظ على اوراقه، كل واحد بيحاول ان هو يعني يكتم على فرقته عشان يبقى في يعني ممكن يكون في مفاجات من المدير الفني، فده بيبقى مهم. فايا كانت التقارير المغربيه قالت ايه في القصه دي، ما اضمنهاش يعني او ما اضمنش حقيقتها. يعني خلينا ناخد سبورت 360 وبيتكلموا على حسابه على تويتر، في مثل هذا اليوم 2021 الاهلي يتوج بكاس السوبر افريقي المره السابعه في تاريخه عقب الفوز على نهضه بركان. ان شاء الله نكسب كمان الوداد ونلعب نهضه بركان في السوبر تاني ونكسبهم باذن الله تعالى. روح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا يلا بينا.